السلام عليكم الإخوان، أتمنى كل شيء يكون بخير. فيديو جديد واليوم واحد الفكرة اللي جديدة وزوينة صراحة، اللي يعني عجبتني أنا بزاف بزاف، يعني ما فيهاش بزاف مجهود وما محتاجاش لواحد رأس المال، يعني كيف ما كنقولوا اللي كبير بزاف، وتقدر أي واحد يديرها. ما محتاجش أنك تكون حريفي، ما محتاجش أنك تكون يعني ما عرفتش شنو كدير، يعني سهلة بزاف وأي واحد يديرها. يعني هاد الفكره اللي غادي نقول لك دابا ما غاديش تخليك انك تقول صافي لا ما غاديش نخدم يعني ولا غادي ندير شي حاجه، يعني ما تخليكش ميؤوس منك، يعني هاد الفكره بالعكس غتشجعك تنوض تطور من راسك، تنوض تخدم على راسك، تنوض تقلب، غتزيدك افكار جداد، غتزيدك شحال من حاجه جديده، يعني شي واحد الحاجه اللي ساهله بزاف يعني، وغتقدر تدخل لك واحد المبلغ اللي مهم جدا، يعني تقدر توصل 3000 درهم في الشهر غير بالضحك، يعني ما دير والو، يعني كيف ما كنقولوا فكره سهله وزوينه. اخوان تبعوا معايا مزيان هاد الفكره اللي هي غادي تصايب العين السحريه هي اللي كتكون في الباب اللي ما يعرفهاش، ولكن ضمن انا كلشي كيعرفها، يعني العين السحريه هي اللي تتشوف فيها من الباب، لا دق عليك شي واحد ولا هذه كتبغي تعرف شكون، يعني ما غاديش يمكن غادي تجي تلحق وتحل الباب، يعني عين سحريه. هاد العين السحريه اشنو غدير انت؟ كتمشي كتشريها من عند الدروبري، شحال كتاخذها؟ الثمن ديالها راه واقيلا كيدير ما كيتعداش واحد 20 درهم ولا 10 دراهم، وتبع معايا مزيان وتصمت ليا مزيان اشنو غدير عندك اسيدي. غتبدا بالموبل ديالكم، موبل فين ساكن انت، غتبدا غتنوض يعني غدور على الموبل ديالك، غتشوف ان جارك اللي ما عندوش عين سحريه، انت هادشي كنهضر انا مع اللي ما خدامش، اللي ما عنده ما يدار، اللي ما لاقيش خدمه، اللي والو صافي دار تحيه وما لقى ما يدير، غدور في الموبل عندك تهبط الدار اللي ما فيهاش العين السحريه ما تدق عليه، راه جارك هذا يعني عادي، السلام عليكم نركب لك عين سحريه ب 50 درهم، غتحسب لي 50 درهم وتقول لي بالتركاب كلشي، عندك شنيون تبارك الله هادشي كيحتاج غير شنيور وعين سحريه كتمشي تشريها من عند الدروبري، ما عندكش شنيور كتمشي تشريها ب 5 دراهم ساهله، 5 دراهم على 10 دراهم 15 درهم، اولا 5 دراهم على 20 درهم هي 25 درهم، العمليه ساهله، انت 25 درهم تحسب لي 50 درهم عندك 25 درهم، ما كتحتاج حتى شي حاجه، كتشد كدير واحد كتقب شنيور تما كاينه في الباب صافي، وكتركبها على واحد الفيرتاج صافي وكتركبها، ها انت صورتي 25 درهم، يعني تصور نتايا يعني لا انا نديرو غادي دير غير ربعة الناس، يعني ميمكنش مثلا موبل فيه 20 واحد سيرتو الساكن الاقتصادي، يعني كتلقى فيه 20 بارتمون، راه الاغلبية ما عندهمش هذيك العين السحرية، يعني الا طلعتي لواحد الموبل ومثلا صايبتي غير ربعة الناس راه 100 درهم هذيك، الا ضربتي غير ربعة الناس في النار راه عندك 3000 درهم في الشهر، هذيك راه خلصه ديال الموظف، يعني ساهله، عمليه ساهله وفكره زوينه واللي عجبتني صراحه انا بزاف وقلت نشاركها معكم. الانسان ما يعقش اخوان، انسان ما تعقش، دير واحد الهدف قدامك باش توصل ليه، مثلا غتريح مع راسك وتقول انا غادي نمشي غنخدم غنصور 3000 درهم هذا الشهر، الشهر الجاي غنصور 6000 درهم، الشهر اللي من وراه غنصور 9000 درهم، شي يكون متاكد الا درتي هذا الهدف قدامك راه غادي توصل ليه، اما الا ما كنتيش داير حتى شي هدف قدامك راه ما عمرك غتوصل لديك الحاجه، غتقدر تمشي تدق على جارك غيقول لك لا صافي غتراجع اللور ما غادير حتى شي حاجه، لا واخا ندق على جاري ما بغاش نمشي عند جاري الاخر ما بغاش، تكون عندي شويه الاراده وشويه العزيمه، راه كاين الانسان اللي تيحشم، حنا منهم انا وجبد كنت كنحشم، ولكن الحشمه ما خداماش، سيرتو في الخدمه، الخدمه ما كتبغيش الحشمه، شي الا مشيتي تحشمتي راه ما عمرك ما غدير شي حاجه في حياتك، كون متاكد راه عادي، راه في البدايه ضروري تكون شي حاجه اللي صعيبه وما غاديش يعني ما غاديش ترضى وما غاديش تبغي مثلا تمشي تدق على شي واحد وتقول له اخويا ركب لك هذيك العين السحريه، بالعكس غنتشجع شويه راه غدير الاول الثاني الثالث الرابع صافي غتولي تشيك عاديه، يعني ما تبقاش عندك ديك الاندهاش، كيف ما قلت لكم الاخوان عندك هاد الفكره زوينه كتقام عليك ب 15 درهم، يعني الا ما عندكش شنيور قام عليك ب 15 درهم حتى 25 درهم بالكريه ديال الشنيور وكل شيء، فكره اللي ساهله وتقدر تدخل لك واحد القدر ديال المال في الاخر الشهر. السلام عليكم.